أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيل. اليوم عنا ضيف مميز، الأخ الملحد هارون السوالقة من الأردن الجنسية ويعيش في اليابان. واليوم يعني عنا الحلقة مميزة بسبب كوكب اليابان، فراح نكون حديثنا راح يكون عن يعني مقارنة تقريبا بين اليابان والدول الإسلامية أو الثقافة اليابانية، خلينا نقول الثقافة الإسلامية. أخي هارون أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا يا سيدي، أشكرك على هذا اللقاء، أشكرك جدا. أهلا وسهلا وشكرا لتلبية الدعوة. العفو. أنا قبل ما نبدأ الحلقة، يعني أنا في عندي تعليق بسيط على الأحداث اللي صارت بباريس. يعني نحن بنتأسف كثير وعزائنا لأهل الضحايا، تقريبا صاروا 130 ضحية للأسف، ضحية الإرهاب الإسلامي واللي على طول كنا نحذر منه يعني. وعلى كل حال مو بس نحن، فأنا بس أريد أن أعزي أهالي الضحايا يعني بهالمأساة. نعزي أنفسنا جميعا، نعزي البشرية جميعا. تفضل أخي هارون إذا عندك كلمة. لا حقيقة ما عندي شيء أزيد عما تفضل فيه، إنه نعزي وهذا إرهاب يعني والجاهل الأعمى. لعل وعسى أن يكون هذه الأرواح الطيبة، إذا كان في أرواح أو هذه النفوس التي أزهقت، إنها يكون إحدى الوسائل أو إحدى الدرجات اللي البشرية تعرف شو هالدين اللي نتحدث عنه، ويعرفوا معاناة الشعوب الشرق الأوسط اللي كانت عانية هذا الشيء من 1400 سنة. لعل وعسى أن هذه الشعوب الأخرى في أوروبا وغيرها يكون فاتحة شيء، إنهم يفهموا ما يحدث هنا، يحدث سواء للإنسان الملحد أو اللا ديني أو الأقليات الدينية، ورحمة الله عليهم إذا جاز التعبير. يا سيدي، هو مثل ما بقولوا يعني نرجع نتأسف، وللأسف يعني مثل ما بقول هذا ثمن لازم يندفع، فالثمن غالي، بس للأسف يعني يظهر أنه المسيرة البشرية لازم تمشي بهالمضمار هذا للأسف. ولا كل شيء ثمن. طبعا أكيد ثمن. أخي هارون، نبدأ بداية. اليابان فيها نسبة اللادينيين سواء ملحدين أو لا أدريين أو ربوبيين تصل لنسبة 71% تقريبا من الشعب الياباني، وتعتبر ديانة الشنتو هي الديانة الأكثر انتشارا في اليابان، تتبعها الديانة البوذية والمسيحية بنسبة ضئيلة جدا، ثم الإسلام، حيث يبلغ عدد المسلمين في اليابان حوالي 70,000 نسمة. عندي السؤال الأول هون، بيقول عرف يعني بعد إذنك عرف المتابعين عن هارون السوارق، وحدثنا عن قصة إلحادك، هل كان إلحادك نتيجة لإقامتك في اليابان بلد العلم والتقدم والتكنولوجيا، وأنك ملحد من قبل أن تنتقل للعيش في اليابان؟ تفضل. بس خليني قبل ما أبدأ في هذا الحديث أحكي عن نقطتين بسيطتين. أولاً تعبير ملحد، أنا ما بحب أطلق على نفسي إنسان ملحد على الإطلاق في تعريفه أو في مفهوم العربي، لأنه مفهوم إحنا يمكن بنحب الترجمة لأثيست أو كذا فقه، أو هذا التعبير يمكن تعبير شوي شائن. ومفهوم دائما في داخل مفهوم العربي هذا المصطلح غير المفهوم اللي عند الآخرين، إنه المصطلح هذا أحيانا في الإلحاد القوي والإلحاد الضعيف عند الآخرين. الإلحاد القوي هو إنكار وجود الله وغيره، الإلحاد الضعيف هو عدم إنكار هذا الأشياء، ولكن عدم الاقتناع بوجود عدم وجود الدليل. أنا يمكن من الصنف الآخر، لذلك تستطيع تسميتي لا ديني أو تستطيع تسميتي لا أدري أكثر مما أنني لا ملحد، إنسان ملحد بالتمام أو ملحد قوي. هذا واحد. النقطة الأخرى اللي حبيت أسويها بالنسبة للإحصائيات اللي تحدثت عنها، نعم اليابان بلد نسبة الإلحاد عالية جدا فيها، أو اللادينية عالية جدا جدا فيها، ولكن لا أعتقد أنه في دراسات حقيقية
واضحة في أن بالخاص أنه مو مثل في بلادنا هذه الدراسات أو الأرقام واضحة جدا في دوائر الدولة، لأنه في عندنا في الهوية ديانة الإنسان وغيره، هذه الأشياء اللي موجودة هنا. ولذلك للحاد يعني نسبة الشنتون أو الشنتونية، ما في حتى تعريف الديانة الشنتونية، هذا تعريف غامض جدا حتى بالنسبة للشعب الياباني والبوذية. يعني الإنسان الإنسان الياباني أحيانا تجده مسيحي في موقف من مواقف، وتجده بوذي في موقف آخر، وتجده في موقف ثالث شنتوني مثلا في الاحتفالات اللي هي طابع الفرح مثل الزواج أو غيره، بيحتفلوا في معابد الشنتونية، فيها معابد نفس الإنسان نفسه إذا مات إله قريب أو غيره بيحتفلوا بهذا بمراسم العزاء وغيره على بصورة أو باتباع الديانة البوذية. وأحيانا تجد نفس الشخص عندما يريد الزواج بروح قيم حفل زواجه في كنيسة من أجل صورة، يمكن هيك حفلة على شكل الأفلام اللي بشوف في هوليوود أو غيرها. ذلك الإنسان الياباني مش متدين، والأرقام اللي تفضلت وطرحتها إنه في ديانة شنتونية ثم بعدها بوذية وغيره، ما أعتقد إنها أرقام دقيقة، يمكن تكون هي أرقام تقريبية. بالنسبة أرجع لسؤالك، أنا يا سيدي إنسان أردني من عائلة سنية بسيطة، كنت أعيش في قرية صغيرة وعلى الكفاف مثل غيرها من القرى في الأردن، ترعى يعني عشت في بيئة محافظة جدا، وكانت الروابط قوية جدا في المجتمع. قرية بسيطة وصغيرة في جنوب الأردن، ولم تعرف الكهرباء إلا ما عندما كنت في الثانوية العامة تقريبا. كشخص كنت يعني متفوق في دراستي، محب للكتاب، متدين جدا في نفس الوقت، مع أنه في بارادوكس. أنا طبعا كان ديانتي أو الدين تبعي ما في كان المغالاة، وربما عدم وجود المغالاة في ذلك الوقت بسبب انعزال القرية اللي كنت أعيش فيها وبعدها عن مراكز المدن الكبرى، وهي مراكز اللي عرفت في ذلك الوقت، عرفت في الأردن ما بحب أسميه غزوة الصحراء الثاني اللي جاءت بعد طفرة النفط، كما تعرف بعد 1973 وذهاب الكثير من الأردنيين كما هو الحال في كثير من الدول الأخرى، ذهاب للعمل في دول الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية، ورجعوا للأردن في المذهب الوهابي، ورجعوا بفكر ابن تيمية وغيره. وهذا الفكر الآن أصبح هو الفكر السائد في المجتمعات اللي كان يحكمها، إذا جاز التعبير، كان يحكمها فكر ابن حنيفة، أبو حنيفة والمالكي وغيره أو الشافعي، أصبحت الآن بأكملها أفكار مجتمعات مسيطر عليها من الوهابية في ذلك. هذا لكن أنا في فترة شبابي لما توصل كما قلت لك لم أتأثر بهذا الفكر، لأنني كنت إنسان بعيد كيف عن مراكز الكبرى في الأردن. كل شخص من عشاق الكتاب ومن مقتنيه، كان عندي مكتبة جميلة وتنوعت اهتماماتي الثقافية، تركزت بالتحديد على العلوم والأخص على علوم الفلك، كنت قارئا ناهما، يعني أقرأ يعني مثل ما يقول يعني بوك ميوث. اهتماماتي العلمية تقاطعت في ذلك الوقت مع التديني، لذلك كانت أقرب كتب إلى نفسي كتب ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، مثل العلم محراب الإيمان، وأعتقد أنك تعرفه، كتاب الله في عصر العلم وغيره. طبعا لا أدعي أنني كنت مسلما ملتزم في تلك الفترة، بل كانت ممارستي الدين تمر في مراحل جزر ومد، لكن كان إيماني كان قوي على الدوام، إيمان مطلق بالله وبالإسلام وبنبوة محمد، مؤمن تماما بأن لا يوجد دين حق سوى الإسلام، وأن المستقبل
سيكون للإسلام بالتأكيد في نهاية المطاف هذا عوج الأرض والمستقل له بالأخير بالتأكيد في, 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 في الحياة الأخرى. هذا كان إيماني. حضرت لليابان كانت مغامرة يطول الحديث عنها، كانت مغامرة من أجل بحث عن حياة اقتصادية أفضل، انخرطت في العمل هنا واكتسبت خبرات معينة أحلتني ليكون إنسان قادر على وقوف على قدمي في مجتمع تنافسي شرس في المجتمع الياباني كما هو الحال بدرجة يمكن أقل في أوروبا وغيرها. وبسبب احتكاكي باليابان واحتكاكي بشعبها شعب الرائع تفتحت لدي نوافذ للرؤية ما كانت موجودة في السابق، ما كانت أعلم أنها موجودة أصلاً عندما كنت في الأردن. لذلك وأصبح لدي قدرة على عقد المقارنة ورؤية عقيدتي وديني تحضر ساطع يبدي كل الخفايا اللي كانت لن نلقي لها انتباه. لذلك كان احتكاكي مع الثقافة الياباني أعتقد الدور الحاسم في 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 رؤية ديني على حقيقته، وأدى هذا أن يعني أخذت بمراجعة كثير من الأفكار التي كنت أعتنقها ليس على مستوى الدين فقط ولكن على كافة الأصعدة بما فيها الاجتماعية والإخلاقية وغيرها. أكتشف المسلم والحقيقة اللي تغيب عن ذهن كل مؤمن سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي، وهي أنني كنت مسلم فقط لأني ولدت لعائلة مسلمة وتربيت وترعرعت في بيئة مسلمة. هذا حقيقة مسلمة تعجب الآن من نفسي كيف أنني لم أصل إليها عندما كنت في الأردن، ولم أصل إليها عندما كنت مبدعة في مجالات مثل التفاضل والتكامل وأدرس علم الفلك وأغوص في بحار النسبية ونظرية التكامل والسترينج ثيوري وغيرها. يعني وصلت تصل لمرحلة أن الإنسان عقل الإنسان عجيب، كيف يصل إلى مرحلة أن يدرس هذه الأمور ويدرس علم الفلك ويدرس الفيزياء والرياضيات وغيرها ولا يصل لحقيقة أن دينك هو أو أن دينك وعقيدتك هو بسبب أنه أو إنه وراثي فقط لا غير، وإيمانك فيه وقوة إيمانك في هذا الدين لا يعني أنه حقيقة أو أنه صح بقدر ما هو غسل دماغ للأسف. يعني أنا للآن أتعجب من هذه النقطة. يعني أنا أعتقد أنه التمسك بالهوية خصوصا الهوية الشرقية يعني هي السبب، أنه بتعتبر الدين هو هويتك. فالإنسان الشرقي أو المسلم يعني نحن عشنا بهالجو هذا ونحن أصلاً من هالثقافة هاي ومن هالناس هاي يعني نعم أحد الجوانب ذلك ما تفضل فيه أنه في مجتمعنا تفضل نعم أنه الدين هو يعني ليس فقط واسطة تعرف فيها الله وغيره بل هوية مثل ما تفضلت. نعم كلامك صحيح، يمكن هذا أحد الجوانب الأخرى التي تجعل الإنسان مؤمن دائما حتى لو يعني دخلت الشكوك إلى نفسه. ولكن أنا ما بحكي عن هذا النقطة، أنا بحكي عن الإيمان كشيء مقتنع فيه في العقل. يعني كيف أصل يعني كنت يعني زلت الآن أتعجب كيف إنسان يصبح دكتور أو يصبح طبيب أو مهندس أو غيره ولا زال يؤمن بدينه. عرفت كيف يؤمن إنه هذا الدين الصح بالرغم يعني في مفارقة عجيبة هون. ومثل ما قلت لك كانت لحقيقة كوني وجدت ثقافة أخرى أقارن فيها ثقافتي الإسلامية الدور الحاسم في ردتي إنجاز التعبير أو اكتشاف الحقيقة. كانت لمقارنة اليابان ببلادنا ولأخلاق شعبها أخلاق شعبنا أو شعوب من منكوبة أخلاقياً منذ عبير جميل جداً. والمقارنة بين النظام الذي استطاع الإنسان الياباني خلقه لتنظيم نفسه بالفوضى التي تعم بلادنا على كافة الصعوبات سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأخلاقية
دور الحاسم حقيقة الوصول إلى قناعة بأن أي نظرية اجتماعية أو سياسية أو إخلاقية سواء كان دين أو غيرها هي ليس يعني هي ليست بكثرة الشعارات التي تطلقها بل بإمكان تطبيقها وبانعكاس تلك المبادئ على أخلاقيات معتنقي هذه النظرية. يعني توصلت إلى قناعة راسخة بأن الأمة التي تكثر شعاراتها هي أمة أبعد ما تكون عن تلك الشعارات حقيقة. بالضبط. وأعتقد بأنك توافقني رأي وتعلم أن يعني تلاحظ هذا يعني مثل ما تفضلت أنت وقلت إنه بالضبط لأنه تلاحظها حتى في أشياء بسيطة مثلاً باعة الهوى يعني بتبيع نفسها وبتبيع جسدها عادة بتتخذ اسم مستعار بتعطيه لزبائنها وعادة ما يكون اسم شريفة بالضبط بعكس ونحن يعني خصوصا الاسلام يعني شعارات بدون يعني بعيده جدا عن المضمون يعني نعم الكذب بالاسلام محرم وله اشياء بس تجي على الواقع النصوص الاسلاميه تحلل الكذب نعم هذا راح نتطرق ليه يمكن كثير في او خلال هذه الحلقه او راح اعرج عليه في بعض الاحيان لكن يوصل الفكرة مو فقط إنه نتحدث عن الإنسانة اللي بتبيع شرفها أيضا نتحدث عن الدول يعني تعال على مسميات الدول أكبر دولة الآن تقمع أو من أكبر دول التي تقمع شعوبها تجد فيها كلمة الديمقراطية بالضبط. أكبر دولة. يعني تعال على دولة مثل كوريا الشمالية كورة دولة لا يعني يعبد الإنسان يعبد الزعيم عبادة حقيقية ها ومع ذلك تجدها دولة اسمها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية شوف الديمقراطية ما يختص فقط الديمقراطية لازم يلحقوا فيها الشعبية لأنهم يعلم في هيك في داخلهم يقين إنهم أبعد ما يكون عن الديمقراطية ذلك يحاولوا أن يزينوا أنفسهم يزينوا منظومتهم يطرحوها للآخرين عن طريق الإعلام وغيرها يبينهم ديمقراطي والضحك على الشعوب أو الضحك على أنفسهم يمكن أولا وأخيرا قبل ما يضحكوا على شعوبهم أو شعوب الأخرى تجد مثلا نعم يعني يضحكوا على أنفسهم زي يعني استعمال للجمهور الداخلي يعني الشعارات الناس اللي برا لا هو 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 هو, هو يمكن في 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 حق أو مو في حق في دافع نفسي لهذا الموضوع الإنسان عندما يكثر كذبه أو أي إنسان إذا بكذب كذبة معينة ويرددها كثير على فكرة صديقه هو حتى نفسه عرفت كيف؟ أعتقد أنه هذا أحد الدوافع يمكن هم يعني تجد الزعيم هذا فعلا يأمن أنه هو المخلص الشعب وهو الإنسان والإنسان اللي جاءت في الطبيعة وجاء في الله أو غيره كنعمة لهذا الشعب حتى يغمعه شايف إنه يخلق منه لأنه لو وجوده يمكن ما يعني أشياء غريبة حقيقة لازم يكون في دراسات لأفكار هؤلاء البشر يعني حتى تجدها إحنا مو يعني نحكي عن مثلا عن كوريا أو غيرها تجدها حتى يعني تعال على من أكبر أنظمة القمعية في وطننا كانت ليبيا كان لليبيا ايه الدوله الجماهيري العربيه الشعبيه الديمقراطيه وحتى بين لك كيف ان الشعار الزائف وعندما ضربتها امريكا في عام 1986 ضرب قصر القذافي اضاف الى كلمه العظمى انه هذا الانتصار هو يا الجماهيريه الليبيه الديمقراطيه الشعبيه التوراتيه بالضبط يعني احنا خلينا نركز على كيفية الشعار حتى نصل لفين الشعار عندنا في الدين يعني تعالوا ايضا تلقى اكثر شعوب الارض كراهية لحكامها هي تلك الشعوب اللي بتصرخ في الليل وفي النهار بالروح نفديك يا بشار او يا عبد الله او يا صدام او يا قذافي او غيره يعني هذا يعني دور الشعار في في في, في ما بعرف في العقلية القطيع في بلادنا دور عجيب
وهذا ينطبق على فكرة على الأمة، أي أمة بتطلق شعارات رنانة مثل النظافة من الإيمان أو كرم الإسلام المرأة أو إنك على خلق عظيم أو غيره، وأنت أعلم بهذه الشعارات مني. وذلك يعني أنا كنت أنظر لليابان أتعجب نظافة إنسانه ونظافة بيئته، تمشي بدون ما يكون هذه الشعارات موجودة عندي، تمشي في الشارع ما تجد أكوام الزبالة أمام المعابد والمساجد أو مدارسها وبيوت أهلها مثل ما تجدها في بلادنا، وفوقها تجدها في الزاوية، وتجد فوقها يافطة مثل يافطة النظافة من الإيمان. تتعجب أكثر عندما تعلم أنه يوجد في بلدي اليابان، وهذا تصحيح لكلمة قلت أنتي أني أنا جنسيتي يابانية أو جنسي عفوا أردني مقيم في اليابان، أنا جنسيتي يابانية، تخليت عن جنسية الأردنية لأنه لا يحق في اليابان هنا ازدواجية جنسية. نعم في عندك أي تكملة؟ بس تفضل عفوا تفضل أكمل. بس هذا تصحيح إن أنا جنسيتي يابانية. بقول لك يعني في اليابان بفتخر فيها، أنا ما بتجد عامل نظافة مثل ما موجود في بلادنا، ما بت يعني ذاك الشخص في بالنا إحنا يكون إنسان بيحمل المجرفة مع عربي به نلا زبال للأسف. هذا مو موجود في بلادنا عندنا في اليابان، هذا مو موجود عندنا، هذا إنسان يعني كوظيفي مو موجود عندنا. أنا ما في أنا ما في إنسان برمي في الشارع، ما في إنسان برمي كمامته، وش إنسان برمي كمامته في الشارع؟ المجتمع أو أهل البيوت اللي حوالي ذلك الشارع وغيرهم بنفوا في فوقات دورية، عرفت كيف؟ بتجمعوا إذا كان في واحد، طبعا في كل مجتمع في سيء طبعا بالتأكيد، عرفت كيف؟ يمكن في كمامان أو يمكن طير الغبار أو غيره وغيره. إحنا ما في عنا عام النظافة في الصورة مثل موجود تفضل قلت إنه بسميه إحنا زبال، مين موجود عنا هون؟ أنا كشخص زبالة دائما في بيتي بحطها في مصنفة فيها هذا اللي ممكن يحرقها، ممكن يسوي عمل إعادة تدوير إلها، بشتري كيس زبالي بشتريه أنا عارفه، أنا مو مثل لا يقدم إلي مجانا، هذا على الأقل في بلدي اللي أنا موجود فيها، في لأنه هنا في اليابان كل قرية أو مدينة هنا تتعامل في هذه الأمور بصورة مختلفة عن مدن أخرى، يعني في شوية لا مركزية. ذلك يعني أنا مثلا عندي هذا في بلدي بشتري أحد كياس زبالة بأنفسنا، ولمني متى الزبالة هذا ما يعني بخرجها خارج البيت في أي يوم، بخرجها في يومين محدد في الأسبوع، مو في أي ساعة في هذا يوم من هذه اليومين، يوم الاثنين الخميس من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة ونصف فقط، مش بعدها دقيقة أو قبلها دقيقة، ومكان محدد بعيد عن بيتي أنا مثلاً هون حوالي 1 كيلومتر بروح فيها عن طريق السيارة، بكتب اسمي على ظرف الزبالة، مش مشان يفتشوا عليه، لا إذا بجدوا فيه مخالفة مثلاً هذا الزبالة تحرق مثلاً أوراق وأكياس وغيرها، إذا بجدوا فيها قطعة معدنية بقوموا باتصال بي أو بعد رسالة إنه هذه لازم ما تكون موجودة في هذا الكيس، هذا لها يوم آخر، عرف كيف؟ مثلا في أيام رمي النفايات الصلبة أو النفايات العضوية وغيرها. يعني بنحكي عن الزبال، أنا ما يعني هذه الوظائف موجودة إلا تقريبا في بلادنا أو في بلاد ما بعرف في المسلمين. في عندنا هنا مثلا في المدرسة ما في جاء إحنا بسموه عندنا آدم أو خادم، هي موجود في اليابان المدرسة حماماتها وتنظيف صفوفها هذا مسؤولية الطلاب، الإدارة وحماماتها مسؤولية تنظيفها مسؤولية المدير والمدرس، المدير اللي وقت محدد لتنظيف الحمام، المعلم الفلاني اللي كنت محدد كبرنامج موجود ومطبوع ومحطوط على الحائط، عرفت كيف؟ هذه الموظفة ما في يعني هذه الأمور أو هالمكاتب الفخمة، وموظفين عادة هنا في اليابان موجودين تلقاهم في قاع، ما تجد كل موظف له مكتبه الخاص وبصير ملكية خاصة له في مثل في بلادنا، دخل في أي متى ما شاء استقبل ضيوف، ما في هذه الأمور هون، يعني تجد هالموظفين هون بغض النظر عن رتبهم حتى لو كانت رتب عالي،
تجدهم في قاعة وكلهم يشوف بعضهم، في بينهم يمكن فواصل بسيطة. ذلك عن هذا بنتحدث عن قضية إنه وصلنا هذا. في هون بيخطر لي سؤال أخي هارون، يعني نحن سمعنا عن المكتبات باليابان، يعني مثلاً أنا بنشوفنا صور إنه بتكون مع حطة باص مثلاً موقع باص. حدثنا هيك عن المكتبات إذا سمحت. وضع المكتبات كيف يعامل الياباني للكتاب؟ يعني الكتاب، علاقة الإنسان الياباني بالكتاب علاقة عجيبة غريبة، عليك يعني علاقة يمكن تدين فيها، طابع التدين، عرفت كيف؟ علاقة مكتبة في يعني في قرية بسيطة أو مدينة بسيطة. أنا مثلا أحكي عن مدينتي، عدد السكان يتجاوز يمكن 70,000 إنسان، مكتبة ضخمة يمكن، ومتأكد جدا إنه ما تمتلكها أي جامعة عربية، جامعات ضخمة وهالأسماء الضخمة، جامعة فلان وجامعة القاهرة وجامعة الأردنية وغيرها. مكتب تدخل عليها تجد إن قاعات الأطفال فيها في موظفين خاصين فقط لقراءة كتب للأطفال، يجمعوا الأطفال حواليهم في مجموعات بسيطة، كل مجموعة الموظف بقرأ لهم كتاب. أنت بتدخل كإنسان عادي في قسم الروايات، قسم أي شيء تريده موجود، وإذا ما مثل إذا ما وجدته تقدر تطلب هذا الكتاب، بحاول يبحثوا فيه عن مكتبات أخرى عن طريق الربط الإلكتروني. تستطيع استئجار الفيديوهات، تستطيع هذا DVD-هات، تستطيع أنت استخدام الإنترنت، طبعا الإنترنت موجود في كل بيت الآن، لكن تستطيع اختار خدمات الطباعة وغيره. في من الجميل اللي شفته في اليابان هون عندهم عندي او في مدينه، اقول لك ما في هذا، ما تقدر تتعامل مع كل في مناطق، في ممكن تجد في مناطق اخرى خدمات اكثر من خدمات موجوده في مدينتي، ولكن مثلا في مدينتي خدمات موجوده انه كل يوم احد في زاويه خاصه للكتب اللي الانسان ما بده اياها بجيبها من بيته بوضعها في هذه الزاويه، والناس الاخرين هو عاده في يوم الاحد من كل في نهايه أو في يوم الأحد الأخير من كل شهر تروحها، والناس بتروح بجمع اللي بحب كتاب بكم يبحث عنه باخذه، عرفت كيف؟ من هذا الكتب، يعني عملية تبادل، عرفت كيف؟ واحد ما بده كتاب عنده في بيته، خاصة عندنا في اليابان هون، اليابان ما بيهتموا كثير في إنه يحتفظوا في المكتبات في بيوتهم مثل بلادنا، لأنه كتاب متوفر في المكتبات العامة ومتوفر في غيره، وحتى بيشتري، وحتى إذا اشترى كتاب هذا ما بيحتفظ في بيته، يا ما بيهدي أو بعطي أو بيعه في هذا للسكند هاند شوب، هذه في بوك أوف وغيرها، أو بعطيه للمكتب العامي حتى يأخذه ويستفيد من إنسان آخر. من الخدمات الجميلة تقدمها مثل مدينتي إنك تطلع بدخل عن طريق الإنترنت الآن وبطلب أي كتاب، عرفت كيف؟ وفي وقت محدد في نهاية الأسبوع في باص خاص للمر في منطقتي أنا في الساعة الفلانية، وبقى في زاوية معينة، فأنا عليه بس أروح هناك طبعا وقت محدد وبالثانية وبالدقيقة بروح بأخذ الكتاب من هناك، عرفت كيف؟ بكون مسجل باسمي، وحتى لما أرجعه أستطيع أنا أرجع في نفس الوقت أو أرجع في أي وقت عن طريق صندوق خاص في المكتب العام، أرمي في كتاب من داخله، هو عبارة عن ثقب معين هيك، عرفت كيف؟ أو عن طريق الباص المتجول هذا حتى تغلب. يمكن هو خدمة أكثر إشي كانت هي موجهة من أجل كبار السن، عرفت كيف؟ ولكن يستطيع أي إنسان في اليابان يستفاد من هذه الخدمة. نعم، هذا بالنسبة ل طيب. في أثناء أعداد هذه الحلقة والبحث في الثقافة اليابانية القائمة على الأخلاق والعلم بعيداً عن الدين، لفت نظري موضوع الأعياد في اليابان، فوجدت أن عددها سبتمبر يوم المسنين، 15 سبتمبر يوم المسنين، نعم، 14 أكتوبر يوم التربية البدنية، نعم، 3 نوفمبر يوم الثقافة، نعم. يعني الفرق بين الأشياء
للذين يختلفون بها بين الاهتمامات واهتمامات المسلمين بها. المسلمين مثل عيد الذبح، عيد الأضحى، وعيد الذبح طبعاً يعني. وعيد عاشوراء وغيرهما. طبعاً هنا يبرز الجانب الأخلاقي بين الثقافتين. ممكن تحدثنا يعني عن الثقافة الأخلاقية اللادينية في اليابان؟ لا بس تعليق على كلمة عيد الذبح، أنت قصدك عيد الأضحى؟ هو عيد الأضحى عيد الذبح. لا أنا عيد لا كل كل أيامنا عيد الذبح صارت. للأسف. هو يوم عيد الأضحى عيد الذبح الكبير. نعم فقط يعني وباقي الأيام ذبح الإنسان. للأسف. سيدي المجتمع. المجتمع الياباني. كنا على خلاف ما يظنه الكثير من الناس، والناس اللي تعتمد على قراءة يمكن أو على تكوين أفكارهم عن طريق قراءة صفحة من أي جريدة أو خبر طائش في فيسبوك أو غيره. مجتمع غير متدين على الإطلاق، لا يوجد في اليابان أديان بمفهومنا إحنا في لمفهوم الدين. يعني أنا بحكي إحنا في الشرق الأوسخ مثل ما بحب نسمي بعض، يعني ما إنسان ما عنده هذه الأديان. نعم يوجد مثل ما قلنا قبل شو في بداية حديثنا، كان يوجد بوذية، يوجد الديانة الشنتونية، ولكنها أنا برأيي هي ديانات، هي مثل المخلفات الأثرية اللي بحافظ عليها الشعب كبعد ثقافي أكثر من أنها ديانات يومي بها الناس وما يسمون يعني قصدك. نعم نعم فإلها إلها بعد ثقافي بحافظوا عليها، عرفت كيف؟ نعم إنسان قبل مثل إنسان غير متدين بطبعة على الإطلاق، ربما يوم إن أحدهم مثلا بخالق لهذا الكون وهو ما أظن قلة مقارنة بملحدين حقيقيين أو الملحدين الأقوياء. وتوجد دراسات تؤكد بالنسبة للملحدين يعني في اليابان هي من أكثر النسب في الدول العالم، حتى أكبر من نسبها في الدول الإسكندنافية. هذه الدول الإسكندنافية معروفة بأنها أكثر شعوب الأرض إلحادا وأخلاقا وسعادة حتى في الدراسات. نعم لكن مثل ما قلت لك سألت إنسان متدين يؤمن بخالق إنسان الياباني عن ماهية الإله وأين يوجد، فأنا يعطيك مش راح يعطيك جواب، مش راح يعطيك جواب يمكن يقول لك لا أعلم. يعني طبعا في يوجد في اليابان معابد كثير، ويصعب عليك تمييز ما هو معبد شنتوني وما هو معبد بوذي إلا في إلا الإنسان اللي درس عن هذه الفروقات الدقيقة بينها. يوجد كنائس هنا، معظم الكنائس هنا كنائس تجارية، تستغرب هذا الأمر. يعني تملكها شركات، لماذا تملكها؟ من أجل عقد حفلات الزواج على طريق ما قلت لك الأفلام الأمريكية على طريق هوليوود. تعرف فخامة الكنيسة، وتدخل المرأة تدخل العروس بثوبها الطويل هذا، ويعني بتعرف هي ليه فرح بدفع فيها الإنسان يعني. وحتى الكاهن فيها هو يبتقى بيختاروا أجنبي عادة حتى يكون مثل ما قلت لك الأفلام، وهو موظف عادي ما يلف الدين، يمكن يكون ملحد غيره، عارف كيف؟ حقيقة هذا موجود بكثرة في اليابان. هذا الشيء جيد يعني، هذا الصح أنا أعتقد يعني. أشياء رسمية يعني أنا باعتقادي أنه تكون يعني شيء روتيني للدولة مثلا تساعد الناس فيها. نعم ما مش لا الدولة ما لها في علاقة في هذه الأمور، في الدولة ما لها علاقة في هذا قضية الأمور، هذه كنائس تجارية تملك شركات خاصة مثل ما قلت لك. شركات خاصة. لا ما الدولة ما لها في الأمور الدين، ولا لها حتى في أمور الأخرى، ولا لها في المواصلات، ولا لها هي دولة منظمة مشرعة فقط لا غير، ما بتملك أصلا مؤسسات الدولة هنا. عندي سؤال. تنص الفقرة 20 من دستور اليابان على أن حرية الدين مضمونة للجميع، لا يجب أن تحصل على أي منظمة. يعني هذا سؤال جديد؟ آه أنت بدك يعني يمكن أخذنا الوقت كثير لأن ما كمان النقطة يعني. هذه عندي أسئلة تانية، تفضل إذا في عندك أي نقطة تفضل. بس ما كمان النقطة عن قضية الأعياد الموجودة هنا قلت لك.
لا اذا كان الوقت محدد فانا خلاص خذ راحتك ما في مشكله يعني ممكن ساعتين يا ناخذ يعني معنا. قلت لك الدين هون ما له دور، الدستور يمنع مثل ما تفضلت وحكيت الان يعني في نص صريح انه يحرم على الدوله دعم اي ديانه او جماعه دينيه، الحريات الدينيه مقفوله لاي انسان سواء كان مسلم او يهودي او مسيحي او حتى كان يعبد الضفادع ما يلي فيها الدوله او غيره. واذا رغبت كانسان بناء مسجد او معبد او كنيسه تستطيع بناها في اي سهوله هنا في اليابان، في اليابان بشريطه ان تكون تملك الارض، عرفت كيف؟ وراح الدوله ترخص لك كما من مثل ما ترخص المرقص، عرفت كيف؟ الشرط الأهم هو أن يكون لديك موقف كافي للسيارات حتى الزبائن ما توقف سيارة، الزبائن يوقفون سيارتهم في الشارع عام وغيره، وما تسبب إزعاج جيرانك. الدولة بتجيك وبتقيس معها جهاز خاص جهاز الضجيج هاي، بتقيس سواء كان في معبد أو في 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 في, في مرقص خاص، بتقيس هذا نسبة الضجيج وغيره، سواء حطي اللي يعني حطي بدك بس، لكن لا تزعج، لكن لا تتعدى على حريات غيرك وعلى حقهم انه يعيشوا حياتهم الطبيعيه. طبعا هذا بذكرك انت وبذكر جميعنا بالتراخيص اللي بتقدمها لكنائسنا في معابد هندوسيه في بلادنا مثل السعوديه، وللاسف يحرم على المرء المغترب هناك الانسان البسيط العامل اللي بيجي من اسيا او غيرها وبيبني الدولة هناك، ها يحرم عليه ممارسة معتنق ديني حتى في بيته، عرفت كيف؟ وياما في حوادث تدمي القلب، إنسان لمجرد إنه كاهن كان كاهن من منطقة فلانية وغيرها، واعتقل في السعودية وعذب وسجن السنين الطوال وجلد وهو فقط لأنه أقام شعائر دعا إليها شخص آخر من أصحاب معتنقه في بيته وغيره. مو فقط هذا كمان تذكر حقيقة في الدول ترخيص الكنائس في بلد مثل مصر، ها للأسف يتم التضييق فيها على أهل الأرض الأصليين، عرفت كيف؟ من ممارسة حقوقهم الأساسي بناء الكنائس ومعابدهم في الوقت تمنح فيه الرخص لكل من هب ودب، ها من احنا بسموهم الغزاة، ها بناء المساجد. حتى للأسف أصبح أشد ما يفتخر فيه إنسان مثل الإنسان المصري أو حتى الأردني أو غيره، إنه واحد يفتخر في بلده إنه القاهرة مثل إنسان مصري يفتخر إنه القاهرة بلد الألف مأذنة، ها مع اعتقادي بأنه لا يستطيع حسابه ولا يتقنه يعني، فهو بالتأكيد تجاوز ذلك بأرقام يمكن أسية. هذا هو مجال الافتخار يمكن ممكن يقدمه الإنسان في بلادنا. رجوع لسؤال بسيط أو رجوع لسؤالك تفضلت فيه، مسميات أعياد في اليابان هي مسميات لها مغزى بالتأكيد، مع أنني لن أتوقف عندي مسميات مثل عيد المسنين وغيرها. مثل ما قلت لك سابق، ليس المهم الشعار، لكن ليس المهم بها وليس المهم أو الأهم، ما أهم شيء هو أن القدر الذي يطبق مضمون ويطبق في هذا الشعار. مثلا إذا تحدثت عن عيد المسنين في اليابان، أستطيع أقول لك إنه عيادة يحتفلون بالمسنين هان 365 يوم في السنة. وإذا تحدثت عن عيد الثقافة، هم يحتفلوا فيها على مدار الساعة، وترى ذلك وحتى في الطرقات في محطات القطارات. يعني من حيث المستحيل أن ترى إنسان ما معه كتاب أو مجلة مانجا بترس فيها أو بقرأ فيها. أما بالنسبة لعيادتنا يا سيدي، ثانيا مثل ما قلت لك ليس مهم التسميات بقدر ما هو ممارسات وما تعنيه. عيادنا هي ثقيلة عن نفس حقيقة في بلادنا، سواء عيد الأضحى ولا هذا، ثقيلة عن نفس جدا وعلى الأسر، تخالف كافة عياد البشرية لأنها تكون لأنها خالية من المضمون، لأنني مثل ما قلت لك أم الشعارات لا تطبق لا تطبق هذه الشعارات إلا إذا فيها إذية للآخرين من بشر وحيوان أو خراف تذبح، يعني تطبق هذا الشيء يعني حقيقة. وشعاراتي تكريس أساطير مثل أسطورة إبراهيم ابنه، نختلف على تسمية هذا الابن هو إسماعيل ولا إسحاق، عرفت كيف؟ وذلك عياد الياباني، عياد اليابانيين مش مقدسة،
ربما تلاحظ بعد عدة سنوات إنه راح يختلفوا مسميات أخرى وحسب الضرورات مثلا الاجتماعية أو حاجات المجتمع الياباني، المجتمع الياباني للقيمة اللي بده يغرسها في نفوس البشر هنا بذلك عيد. لكن تستغرب مثلا بيخترع عيد جديد اسمه عيد الرياضيات أو عيد الروبوت المنزلي أو غيره، وهذا حدث في اليابان هون في أعياد اختلقتها شركات. في عنا عيد اسمه عيد العيد وايد داي، سموه وايد حتى أخذوه من الإنجليزي وايد داي، بعد شهر من عيد الفالنتاين، ويكون ليس وايد لأنه في الحبيب، هو مو فقط الحبيب، الإنسان اللي بتحبه أنت، بيقدم الرجل يقدم للأنثى شوكولاتة البيضاء كجواب على هدية العيد. يعني أعياد مش مقدسة في مثل بلادنا، يعني ما لها طابع تقديسي بقدر ما هو عام. يمكن أهم ما فيها هو إنها أعياد تعطي إنسان راحة، لأن الإنسان الياباني إنسان مستهلك كثير من وقته وطاقاته في العمل، وذلك يعني يخترعوا أحيانا أعياد حتى يحتفلوا حتى يرتاحوا. نعم، حتى يعطي بنفس فرصة للرفاهية أظن. يعني بالضبط نعم بالضبط. لذلك تجد اليابانيين بيحتفلوا في أعياد الكريسماس أو في الهالوين أو في غيره، مش لأنها أعياد يعني من باب إيمانهم بالمسيحية أو غيرها، ولكن باب الترفيه عن النفس، خلق جو من الفرح. نعم. هلا شو رأيك ننتقل للموضوع التكنولوجيا؟ يعني يعني إذا واحد يدخل اليابان وما يلاحظ التكنولوجيا أظن لازم الموضوع مهم. نعم. إذا أردنا الحديث عن اليابان فلا بد أن نتطرق للجانب العلمي والتكنولوجي المتطور جدا في اليابان والمتأخر جدا في الدول الإسلامية بكل، خصوصا مع العلم أن اليابان خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة منهارة، وبنفس الوقت تقريبا نالت بعض الدول العربية حريتها من الانتداب أو الاستعمار، لكنها صارت بخط عكسي، بدل التطور صارت نحو التخلف. حدثنا عن التطور العلمي في اليابان، وهل علاقة بهذا التطور؟ وحدثنا عن ماذا؟ الدول الإسلامية. تفضل. يعني لا أعلم حقا هل فعلا تريدني أنا أتحدث عن التطور العلمي والتقني في اليابان؟ هذا راح يأخذ منا من برنامجك يمكن، أو يشغل برنامجك سنوات طويلة. لا نقدر عليه يعني فكرة. يعني هيك يعني يحضرني في هذا النقطة مثلاً حديث مثلاً عن قطار الشينكانسن وعلاقته في احترام الإنسان للمواقيت في اليابان أو غيره. هذا الشينكانسن هذا هو طبعاً أسرع قطاع على وجه الأرض، يسمى حتى يترجم في اللغات الأخرى قطار الرصاصة. تقطع رحلته مئات الكيلومترات من منطقة غير إلى طوكيو أو غيرها وغيرها، وبيصل لمحط في فارق لا يتعدى العشر ثواني. تصور هذه الدقة الموجودة. أنت طبعا تستطيع أنك تربطها بأخلاقيات أخرى في المجتمع، حب مثلا اهتمام الإنسان الياباني جدا بالتوقيت بالثاني. ومع أن الإنسان الياباني ما يعني المفارقة العجيبة، الإنسان الياباني عادة ما تجد نادرة ما تجد فيه ساعة. بتذكر في هذا موقف نقطة، إنه من أكثر شعوب الأرض بتملك ساعات رولكس وغيرها من الساعات الدقيقة، هي أكثر شعوب الأرض إهدارا للوقت وإهدارا بالضبط وعدم التزام بالمواعيد وغيره. بالضبط. وهذا على فكره من باب الشعارات اللي تحدثنا عنه، وضم يمكن يشوفه بحامل الشعار لابس رولكس بتظن انه انسان مهتم في الوقت. لا، وساعات فخمه يعني بيلبسوا ساعات فخمه. ساعه رولكس مثل ما بقول لك، ساعه رولكس او ساعه فخمه. وشو بدك تحدثك مثلا عن الروبوتات العجيبه بالدير. يا ريت حدثنا عن الروبوتات. والله ما لي خبرة جميلة، ما لي خبرة، شاهدت يمكن شاهدت اعتبار وشاهدت في بعض المصانع هيك زورتها في معين في مواقف معينة،
اليابان معظم مصانع يعني كل ما في شيء في روتين في العمل كل شيء بالروبوتات، واليابان على فكره هي تعتبر رائده العالم في صناعه الروبوتات، واعتقد انه في تحتل اكثر من حوالي 60% من سوق الروبوتات في العالم. شايف؟ بس هذا فيها يعني على فكره بعطيك مغزى مرعب، بعطيك انه حقيقه مرعب انه بقول لك انه في ثلث الشعب الياباني بعد 30 سنة راح يستغنى عنهم وعن وظائف ومصالح الإنسان الآلي، وطبعاً مش راح يموتوا جوع لأنه هذا الاستغناء راح يكون توفر الدولة لهم وظائف أخرى بصورة معينة. لكن أنا من اللحظة مثلاً هم في عام 2020 احنا راح نستضيف هنا في اليابان اللي بسموها الألعاب الأولمبية. شوف التحضيرات الآن، الألعاب الأولمبية راح يكون السيارات كلها فيها عن طريق داخل المرافق هذا ونقل اللاعبين وغيرهم، كلها سيارات هيدروجين، مش راح يكون فيها سيارات اللي بتشتغل بنزين أو على وقود الحفوري أو غيره. حتى لاحظت من التحضيرات الجميلة اعتمادهم على السوبر كمبيوترز في الترجمة، مش راح يكون في ترجمة آلية كثير من النشاطات وغيرها، راح يترجم كل إنسان يكون مع سماعته في أذنه يترجم له لغاته عن طريق سوبر كمبيوترز ترجمة آلية. يعني أشياء عجيبة راح تلاحظوها خلال 2020، راح يبهر أعتقد العالم في 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 الألعاب الأولمبية عام 2020 راح تكون في ضواحي طوكيو. حكيت لك عن الروبوتات، شو أحكيك عن الحمام الياباني اللي هو إحنا نسميه مرحاض، هو عبارة عن هو عبارة عن جهاز كمبيوتر بتدخل عليه نفك وغسلك وبشطفك على وقت أخذنا إياها، يعني شيء شيء جديد بالنسبة لي. يعني لا الحقيقة يعني بتدخل عليه أنا وكل عافية، كل من زار اليابان بقول أنا بفتقد هذه الأشياء. هذا تجد الحمام في كل بيت، طبعا تجده في كل مرفق عام حمام تدخل عليه عن طريق الكمبيوتر في كل شيء، عن طريق نفك منها وبنزل الأجهزة، يعني ما بتحتاج ثلاثة حجار ولا طبعا هذه مشكلة. أنا سويت حلقة على موضوع الاستنجاء في الاستنجاء والعظام تأكل عجان الاستنجاء مضحك، الحجارة بالفعل مضحكة، يعني شيء مضحك يعني تقارنها نحن بهالقرن هذا بهالوقت. يعني الصور اللي أوصل لك، الصور إنه أوصل لك هذه المبادئ أو مسخ عقل الإنسان المسلم كيف يدخل على الحمام في مئات الأحاديث، ما استطاع إنه يضع في قرآنه نص من ربع صفحة يبين لنا من راح يحكمنا بعد ما يموت. أنت تصور عليا كيف راح لو وضع ربع الصفحة هذه راح يتجنبنا كل مآسينا الموجودة الآن. لو قال لنا لا صور، لو قال لأبو بكر أو لعلي أو لو حاجة قال فهمت عليه كيف إنسان يطرح مثال طرح. هذا من الأشياء اللي تخليك تبتعد عنه، هذا مش دين، ما في إله ببحث هذه الأشياء أو أديان فيك، عرفت كيف؟ يعني تبعث لي رسالة من طويل وعاظم تبين لي كيف أدخل الحمام وبمئات الأحاديث أو كيف تستنجي، ولا بأس بذلك، وهذا مش غلط، مع أن هذا لازم يدرس الأطفال، مش يدرس يقدموا درس الأم، عرفت كيف؟ مش يظهر في أحاديث ويضع في المساقات العلمية أو في المناهج صراحة يعني ساعات على الفضائيات لا مو بدك تصل هذه مرحلة، تصل للدرجة اللي وصل فيها إن الإنسان المسلم كيف استغنى عن عقله وقدم له الشيوخ. الإنسان المسلم لا يمكن يتنفس تنفس، حتى التنفس إلا بفتوى، فهل يستطيع هذا الإنسان يبدع؟ مستحيل بالضبط، يعني لا يستطيع أن أصبح إنسان متلقي فقط عبارة عن روبوتات. وذلك يعني نحن نحكي عن الروبوتات في اليابان، إحنا على العكس إحنا أهل الروبوتات، إحنا اللي اخترعناه وبيناه أو حولنا الإنسان إلى روبوت. بالنسبة للشق الثاني سؤالك، أنت بتحكي عن علاقة بين الإسلام وإيش والتخلف التقني عندنا؟ الإسلام
علاقة الدين بالتخلف اللي عندنا موجود. أنا ما يعني أحكيك بصراحة جوابي وقناعتي الأكيدة إن الإسلام هو أصل ذا التخلف، مش سبب له، أصل التخلف من البداية. مثل ما كان الإسلام أصل الشذوذ السياسي وقمع حريات شعوبنا من خلال محارب بهذه الحريات الأساسية والديمقراطية، عرفت كيف؟ الإنسان هو أصل التخلف العلمي عندنا هون. وهنا بنعود احنا لها قضية الشعار، كل في شعارات مثل نحن أمة اقرأ، تسمع هذه الكلمات هذه، أو أمة تطلب العلم من المهدي اللحد حتى تعلم أنه أكثر في الداعي الشعار. الشعار له دور يعني تبين لك حجم المعنى اللي عنها أمتنا. يعني هلا بتخلي نفسه يعني بالتكنولوجيا بقى قبل ما نطلع الموضوع. لا المفروض ما اطرح القسم الثاني من السؤال، يعني شو رأيتك للمستقبل الريبوت؟ الريبوت؟ شوف انا يعني حسب دراساتي لاني انا خليت انا احد جوانب ما اهتم فيها هو برمجي ومصدر رزقي هنا برمجي. الروبوتات يعني ما اتوقع انها نصل لمرحله، او يمكن في هاي في المستقبل ما اظن، عشان ما اعتقد ان نصل لمرحله انه الروبوت يحتل مكانه الانسان في كل شيء. نعم وصلت مراحل الان في كثير مجتمعات اللي الحين في عندنا روبوتات على فكره بتسوي عمليه جراحيه. معظم العمليات الجراحيه الان بتدخل في مثلا عندنا في اليابان هنا فتح الاعضاء في الداخل، هذا ما انت ما مش راح يفتحوا بطنك، عباره عن ثقب بيدخلوا فيه غاز الـ CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون من اجل انهم داخل بطنك هيك يكون مثل بالون ويستطيعوا حتى ايد الروبوتات تتحرك فيه. ودكتور من بعيد بقود هذا العملية وبدقة عجيبة غريبة، يعني الروبوتات يعني حركة إنسان إيده بحركة 10 سنتي بيعطيك الروبوت بيعطيك مثلاً 1 سنتيمتر بتحكم فيها بهذا الطريق، وذلك الدقة فيها أعلى جداً من دقة يد الإنسان، عرفت كيف؟ استطيع فيها يعني مثل خياطة شو بنسموها الفينز، هاي الشرايين خياطتها بدقة عجيبة وغريبة عجيبة جدا. معظم عمليات الآن على فكرة في روبوتات أنا ما بتكون فيها، عرفت كيف؟ وما بفتحوا بطنك فيها، ما بفتحوا بطنك فيها إطلاق. الروبوتات راح تخلى الآن في اليابان، الآن مطروح في الأسواق اللي هو السيارات اللي بتكون مش بتكون نفس، هي شركة تويوتا مع جوجل الآن بتعمل هذا المشروع، وشركات أخرى مثل ميتسوبيشي ونيسان تعمل المشروع هذا، ولكن هذا بده تجهيزات في الطرق معينة، تجهيزات في الأمنية وغيرها. لا مثلا في السيارات اللي بتقود هي بالصف نفسها بنفسها، عرفت كيف؟ ومع أن السيارات هنا في اليابان هي يعني ما لها دور أو مش وسيلة مواصلات أساسية، هنا القطارات، والقطارات هي روبوتات أو الأخير هو السائق، هو فقط بشكل عام هو فقط من أجل حالات الطوارئ، عرفت كيف؟ غالب مثل طبعا الزريعة. الروبوتات راح يغير مستقبل أمتنا أو الكرة الأرضية بشكل عجيب، راح يحتل كثير من الوظائف الموجودة في سوق العمل. وتستغرب إنه حتى راح يكتب رواياتنا في المستقبل القريب، يكتب أشعارنا، وذلك مش راح يكون لك قصائدك الجميل اللي بنشوفها على الفيسبوك، مش ذلك يعني ما يعني تقنية عجيبة وراح يعني تغير، يعني تكون ثورة يمكن ما بعد ثورة المعلومات هي ثورة الإنسان الآلي. يعني أنا أوزف بشرة للشعب العربي أو المسلم إنه اليابانيين عم يسووا روبوتات كمان نساء، يعني روبوتات إيش؟ روبوتات نساء بدون ثقوب، مشكلة هاي مش عارف. لا وفعلا ومعظمها نساء يعني بتاخذ مرة على فكرة ملك يمين، يعني فبتشتريها يعني ملك يمين حلال زلال بس هذا بدها فتوى، هل يجوز نكاح ولا لا؟ شايف هذا بدها لسه ما في عندك فتوى في هذا الموضوع؟ على كل حال يعني بسهولة يعني. وأظن هذه مو مشكلة، هذا بدهم يخرجوا من هذه الفترة، لازم يخرجوا من معضلة هل هو يعتبر استمناء ولا نكاح، تعرف استمناء حرام أما نكاح السبيفة أو حلال، شايف؟
باختصار بالسبيه حلال بس الاستمناء حرام، لذلك بدك تعرف في فتوى مو بتعرف هل هو استمناء مع الربوط يعتبر استمناء استمناء ام اغتصاب. اما اذا اغتصاب راح يسمحوا لهم، اما اذا استمناء لا. يعني اظن في الشيخ اسمه ابو اسلام كان سوى فتوى على الدمى الصينيه. فالرجل اباح يعني اباح الدميه بكل بساطه، يعني ممكن تمارس الجنس مع دميه. والله هذا تطور رائع حقيقه، تطور رائع يعني. لعله عسى يعني على العكس انا بحيي هذا الشيخ، بغض ما بعرفه شخصيه او ما مشاهدته، بس بحييه انه يعني هذا تطور رائع على الاقل يعني بيكبح شوي الكبت الموجود عنده. افتوا بنكاح الميت فما بالك بدميه يعني. ف ما هو الميت عنده دميه مشكلة عنده. في سؤال هون عندي بيقول اين ما يحل الاسلام يحل الخراب والدمار، هذا امر معروف طبعا، هذا كما قال ابن خلدون يعني اين ما حل العرب في خراب لازم يكون. كيف يتعايش المسلمين مع المجتمع الياباني العلماني المتحرر؟ يعني المسلمين الموجودين يعني كيف بتعايشوا مع المجتمع العلماني؟ المسلمين موجودين مثل ما قلت لك، انا ما بعرف نسبه المسلمين هون، يمكن عدم اهتمام بالاخبار، ومثل ما قلت لك ما في دراسات وما في دراسات حقيقيه، يمكن في استطلاعات، واستطلاعات تعرف ما لا تستطيع ان توصف لمرحله انها تكون دقيقه جدا، ولكن اعتقد ان نسبه المسلمين هون رقم متواضع جدا، وذلك تاثيرهم شبه معدوم. عرفت كيف؟ شبه معدوم. لا شبه معدوم حقيقه، ما شبه معدوم حقيقه في الحياه العامه يعني او على مستوى هذا، ما شبه معدوم، ما في، ما بعرف في شخصيه حقيقه مسلمه لها دور مؤثر في اليابان على الاطلاق، سواء كانت يابانيه اصليه او مجنسه او غيرها. هذا حسب اطلاعي على الاقل، وانا مطلع بشكل يعني كبير بشكل واحد، خاصه اللي مقيم هان. الشعب مثل ما قلت لك شعب اليمن مش شعب مش متدين بطبعه، وهيك يصعب عليه أن ينجرف مثل الإيمان بالخرافات، مع أنه في كثير من هنا مثل منظمات التبشيرية سواء يهود يهوى أو مراكز هم مش يهود، هم لهم ديانة خاصة بين الإسلام والمسيحية والمسيحية، ومن عجيبهم انهم اكثر شيء بمنعوها التبرع بالدم، التقيت في مجموعه من دائما بعثوا لهم مناشير مقلقين جدا وتركهم للابواب قبيحين، بمنعوا نقل الدم من المريض لمريض الى شخص صحيح الى مريض. في عندنا مركز اسلامي، مراكز اسلامي بتشرف عليه خاصه السعوديه بتبشر في هذا، ومعظم كتبهم كيف كرم الإسلام للمرأة وترجمه لليابانية وغيرها، طبعا ما في ناس تقراها. مركز إسلامي موجود هنا وروادها عادة من اليابانيين، هم رواد فقط من أجل تعلم اللغة العربية، ولكن تعرف المراكز هذا كل شيء حتى قواعد اللغة العربية تجيبوا لهم آيات وحفظهم القرآن وكذا، والإنسان الياباني بطبعه حتى لو يقول له لا إله إلا الله بقول لك لا إله إلا الله، يعني ما بعتبرها أمر كثير. الإنسان مثل ما قلت لك بحط صليب، الإنسان الياباني بيشوف بحط صليب وتسأله المسيح من وين، بقول لك من لندن. عرفت كيف؟ لا بالصليب يعني ما عنده هذا، هو عبارة عن فقط مظهر. يعني أنا ما بصدق الإحصائيات الإنسان الياباني فلان أسلم وأسلم، هذا يعني أنا مستعد أخلي 10 أسلم يابانيين في يوم واحد يسلم ويطلق بالشهادة وأصورهم وأظهرهم للإعلام وغيره. لذلك مثل ما قلت لك ما بأمن في هذه الإحصائيات على الإطلاق، وغالبية المسلمين هم موجودين حقيقة هم مسلمين بالإسم، عرفت؟ غالبهم من أصول تركية أو أتراك، وبتعود بدايات وجودهم هنا لفترة ما قبل يمكن الحرب العالمية. مثل حضرتك يعني محسوب على المسلمين يعني هناك؟ أنا محسوب على الجميع. أنا محسوب على الجميع، على البوذيين وعلى على الشهودية وكل في ناس يعني بدهم، وبروح معهم أحيانا لما يكون فاضي بروح، بحب أتعلم من الناس، عرفت كيف؟ أتعلم هيك وعكس، بروح في حفلات مثلا أيام رأس السنة احتفالات البوذيين وغيرها، وبروح بقرأ على جراس مثلهم وبصلي وبتبرع. هذا حوالي 200 ين، هذه أقل من دولار بتحطها في صندوق التبرعات، بصفق يدي هيك وبخشى يعني
وبحب اكون من ضمن الشعب هون، عرفت كيف؟ لكن يعني ابقى مثل هذه الاشياء، ما بعرف في الغيبيات على الاطلاق. ان هون غالبيه اتراك مثل ما قلت لك، وبان مجموعه كبيره من الايرانيين، هذا الايرانيين اللي اجوا بعد نجاح ثوره خميني في 1979، وغالبيتهم هربوا من خميني، ذاك لا دينيين اصلا هم، عرفت كيف؟ هربوا من تطبيق الشريعه هناك وغيره. طبعا ما يوجد من كافه الجنسيات، ولكن احد من خلال علاقاتي المحدوده يعني، وخاصه انه في منطقه انا ساكن فيها ما فيها عرب او مسلمين، بان الغالبيه تتخلى عن الاسلام بصوره ما، عرفت كيف؟ سواء تغير عن ممارساتهم كعبادات او تغير عنها كعقيده. ما تعرف الاسباب ليش هي، هل هي صدمه او هو مثل ما حدث معي اصبح عندهم مجال للمقارنه، أو لأن اليابان بلد سريع وتنافسي وما في مجال فيه مثلا تطبطح في المساجد مثل ما بيحدث في أوروبا، ويحصل على معاناة اجتماعية حتى لو كانوا متعطين على العمل، فهمت علي؟ هذه موجودة عندنا هنا في اليابان. اليابان ما بتقدم للإنسان عطاء عمل هنا إلا إذا كان تقدم لوظيفة، عرفت كيف؟ ولا تنسى النقطة أخرى بين اليابان، وهي من أكثر دول العالم تخوف من اللاجئين، عرفت كيف؟ مثلا أعطيك مثال في هذا، في الأخبار سمعت أنه في السنة الماضية لم تمنح اليابان حق اللجوء في اليابان للاجئ إلا لثلاث أشخاص يعني، ولا أعلم كانوا مسلمين غيرهم، يعني القوانين هنا مشددة جدا. ولا تنسى في حاجز الجغرافي موجود والحاجز اللغوي. لذلك تقول إسلام، أنا ما أشوف أنا في يمكن مجموعة مساجد أثرية بعتبرها، مثلا مسجد طوكيو زرته أنا وصليت فيه، مسجد يعني مسجد كبير بنته الحكومة التركية، بتعرف المساجد في أطراف التركية مسيطر عليها من الدولة، بنته الحكومة التركية العلمانية فوقها مش حكومة أردوغان وغيره، بتعرف بناء فخم وهذا من باب الثقافة وغيره. وكان فيه شيخ يعني، كان في مصلين كان عددهم ثلاثة من ضمنهم أنا، يعني ما في رواد عليه على الإطلاق، يعني بتكثر رواد يمكن في أعياد، في الأعياد الكبرى بتجمع فيها مسلمين، ما لاحظ في يمكن في النشاط الأكبر هو النشاط للمركز الإسلامي موجود تحدث عنه تابع للسعودية، هو نشاط تبشيري إنجاز التعبير يعني، تبشير مشان أول، ولكن أخذ غطاء تعميق العلاقات الثنائية وتعليم اللغة العربية، ولكن هو فقط من أجل تبشير بنسخة إسلام أو نسخة سعودية بإسلام، النسخة السلفية الوهابية بسميها أنا الوهابية. لكن في احيانا يحدث للاسف بعض المغصات هنا في اليابان، اذكر اخرها على فكره هو قيام، يمكن سمعت فيها بالاخبار ما اعلم، قيام طالب في مرحله الماجستير في السعوديه مبتعث، ودرس ماجستير يدرس ماجستير هنا، قام بتدمير بعض الاثار اللي لها قيمه تاريخيه في معبد بوذي لانها اصنام، طبعا قبضوا عليه وكان امر مخجل ومعيب. وأرجو إن إنه ما يصل لمرحلة، نصل للمرحلة اللي وصلت لها فرنسا أو غيرها من الدول، اللي هو إنه يدخل من كل منها بوادة بدون مسح أمني واضح. أعتقد الشعب الحكومة اليابانية يعني تبي هذا هذا الأمل. يا سيدي نحن بنتمنى إنه مثل ما بقولوا تعيش بسلام وبعيد عن الإرهاب الإسلامي لكل دول العالم مو بس اليابان يعني. أخي هارون، نحن بحكينا على اليابان، أظن اليابان يعني بدأ واحد شهور يحكي فيها، يعني ما مسألة نحكي فيها خلال ساعة بكلمتين نقدر نعطيها حقها لليابان. بس خلينا نرجع لمسألة الإلحاد، شو رأيك نعم. الإلحاد القائمة يعني برأيك شو أسبابه وكيف حركته يعني؟ إيش عفوا يعني كيف أسباب إيش؟ حركة الإلحاد اللي صايرة خصوصا عنا بالشرق الأوسط شمال أفريقيا، ناس كتير يعني عم يعني صارت ظاهرة بأعلى المستويات الدينية يعني، حتى سووا دورات. أنا لا يعني أستاذي كريم، أنا حقيقة لا أستطيع
أعطيك رأيي بموضوعية في هذا، أو مش موضوعية قدر ما هو بدأ بشكل وجهة نظر أنا ما بعرف، أو أنا مش مطلع جدا في على هذا الموضوع، مش مطلع جدا، يمكن لخبرتك أنت وشغالك بهذا الأمر واهتمامك فيه أكبر مني كثير، ظروف معينة. أنا بالنسبة لي أنا ما بشوف حقيقة للحاد، لا أعتقد أنه راح يكون نسب عالي جدا مؤثر جدا في مجتمعاتنا في أو في على الأقل في المستقبل المنظور، مش راح يكون لها دور كبير، ولكن راح يكون في تسارع بالتأكيد، راح يكون في تسارع، والتسارع راح يكون يعني تسارع شديد شايف، ولكن للأسف لن يصل، لن يكون هذا في المستقبل اللي هيك السنوات البسيطة القادمة وغيرها، إنه تنقلب الموازين ويكون للمجتمعات أو المدنية أو المجتمعات اللي بيكون في أو دولنا يكون فيها يصل فيها الإنسان غالبية عظمى من الناس يصل فيها إلى مرحلة إنه يعتبروا العلاقات هي قائمة على أسس مواطنة، مش علاقة شو مذهبك وشو دينك، إن يكون العلاقة نظرة إنسان للآخر وإنه مواطن هذا من بلدي وغيره ما لي في علاقة في دينه، حتى ما أسأله عن دينه على الإطلاق مثل ما يحدث هنا عندي في اليابان، يعني مستحيل يسمعك، يمكن يسألك إنسان ياباني مثلاً شو من أين أنت أو من أين أصلك أو غيره، بس ما بيسألك شو دينك لأنه موجود أصلاً. ونتمنى إن نصل هذا المرحلة في بلادي، إن علاقة الناس مع بعضها تكون على أساس مواطني وما تكون على أساس إنه شو ديانتك أو مذهبك، ويصل لمرحلة إنه تختفي خانة الديانة من الهوية، وإن يكون في دولة مدنية، ويكون في عنا نصل لمرحلة إنه تتغرس قيم الديمقراطية في بلادنا، ومع إنه هذا رأيي هو صعب وشبه مستحيل في بلادنا حقيقة، أنا بظن إنه شعب شبه مستحيل إنه بلادنا تصل لمرحلة الديمقراطية بوجود الإسلام، بوجود الإسلام كعقيدة في بلادنا، لأنه في تنافر شديد بينها وفي حرب كسر عظم بين الإسلام وبين الديمقراطية، فإما ديمقراطية أو 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 أو, أو, أو عفوا فإما إسلام أو دكتاتوري، هذا يعني هذا موجود، إذا كان في ديمقراطية بالتأكيد راح الإسلاميين يصلوا للسلطة، لأنه بيرفعوا شعار عجيب أو مؤثر جدا وهو الإسلام الحل، عرفت كيف؟ أنت لما ترفع هذا الشعار وتطلب من الناخب اللي ينتخبك على أساس إنك إما النار أو الجنة، فهو راح ينتخبك، خاصة من الإنسان البسيط شعبنا وشعوبنا اللي مش متعلم وغير مثقفة، وذلك إذا كان في ديمقراطية في بلادنا راح يصل فيها الإسلاميين، هذا مش تأكيد، وهذا الناس وعيته له أو كثير من الدول العالم الأخرى وعي لهذا النقطة، ذلك دائما للأسف في بلادنا هو البديل هو الدكتاتورية، مش دكتور اللي عاد دكتاتوري، وهو في نفس الوقت بتكرس التجهيل الديني، عرفت كيف؟ وقامت المساجد وقامت محاربة المفكرين أو غيرهم، محاربة العلمانية ومحاربة دعاة الدولة المدنية وغيرها، أو حتى مقدر يعني تروح على دولة مثل الأردن أو غيرها تجد مخصصات وزارة مثل وزارة الأوقاف ممكن تتجاوز مخصصات وزارة الصحة أو غيرها، عرفت كيف؟ يعني هذا مباركة الحاكم المستبد في بلادنا اللي هو بديل دائما عن 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 الحكم الديمقراطي، واذا جاءت الديمقراطيه راح يكون اسلاميين، يعني احنا في حلقه دائره يمكن لا يمكن الخروج منها الا بحال واحد، نصل لمرحله انا برايي نصل لمرحله انه نخلق اجيال ما لها بالدين، ما تعلمت الدين في المدارس، نصل لمرحله انه تصل فيها غالبية شعوبنا إنه إيمان في الدين في 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 الكتب المقدسة مثل إيمانها أو مثل نظرتها إلى كتاب ألف ليلة وليلة، عرفت كيف؟ أنت حر آمن في ألف أساطير وغيره، ولكن أنت احتفظ بهذا، ولا تبني لي معبد تقرأ في ألف ليلة وليلة على الناس وتجبرهم على الإيمان في قصصها وغيرها. إذا وصلنا مرحلة هذه ممكن نخرج من هذا الدائرة الضيق أو الدائرة المغلقة اللي إما يكون في ديمقراطية
تحفري الإسلاميين اللي تخوفوا الأمة فيها، عرفت كيف، ينتخبوا غصبا عنهم تخويفه بالنار وغيرها، وإما حكم عسكر. أنا برأيي إلا في هذه المرحلة، أما إنه في نشر الحاد، طبعا هذا دورنا، أو مش نشر الحاد أو اللاذيذية، أو أنا ما بقول لك تلحد ولا أطلب منك تلحد أو تترك ديانتك، ولكن مثل ما قال بن ماهر، إذا كان عندك بينس أو حقك تفتخر فيها، حقك، بس ما مش حقك تفرجي للناس، عرفت كيف، افتخر في قضيبك في بيتك، افتخر أمام زوجتك، أو ولكن إذا تخرج فيه على الناس وتشلحها وتفرجي للناس وتفتخر فيه، عرفت كيف، الدين لازم يكون هيك، ما لازم يخرج من البيت أو مكان العبادة في أوقات محدد، ويكون بيت العبادة فقط لفوقات الصلاة، ما يكون دور المسجد أكثر من هذا الدور على الإطلاق، فقط تؤدي صلاة الجمعة وغيرها. وإنه بأتمنى مثلا مرحلة إنه القرى اللي يكون فيها عشرات المساجد، عشرات المساجد ها، مع إنهم كلهم 10 أشخاص سكانها، إنه يصل لمرحلة إنه يكون نصفها أو غيرها مكتبات أو رياض أطفال أو غيره. يمكن في هذيك النقطة في ذاك الوقت يمكن نخرج من الدائرة الضيقة، ويكون في عنا هم قادرة على العيش مع أنفسها بسلام، وقادرة تعيش مع الآخرين بسلام. لذلك كانت الإلحاد عن طريق يعني طبعا راح أنا متأكد راح يكون في كثير من أصواتي تعلن إلحادها، ولكن هل تصل لمرحلة إن يكون تيار مؤثر؟ بوجهة نظري الشخصية لا، للأسف. ولكن هذا لا يعني أن يعني الإنسان ما يقدم واجبه من الدعوة، دعوة الناس الآخرين التعقل. بالضبط، يعني نحن بموضوع الجهر بالإلحاد، يعني برأيك يعني شو أهمية الجهر بالإلحاد؟ يعني الإنسان يا سلام، أهميته جدا. أنا بشبهه مثل إذا درست عن تاريخ الولايات المتحدة، فتح أو مثل مجاهيل أفريقيا، فتح مجاهيل أفريقيا، الرواد الأوائل، تعرف أنت لما تدخل خط أول أو إنسان الرائد الأول، من السهل أن تأتي جماعات بعده، لأنه بوجود فرق دام يستطيع يمشي فوقيها، عرفت كيف، مش راح يظلوا، راح يعرفوا. وذلك يعني الجبهة هذه النقطة، وكسر حاجز خوف، عرفت كيف، في مجتمعاتنا، يعني في مجتمع عندما يعلن مثلا فلان فلان من مصر أو من الأردن أو غيره من ذوحات، الآخرين راح يتجرؤوا بالتأكيد، إنه راح تخرج بعدين أصوات طالب إن يكون في عنا ديمقراطية، يكون عنا في، يا عمي أنتوا تتركونا من هذا، وتتركوا ليش تبني مسجد في فدية، وليش أنت بتبني ماذا في المسجد عندك، بتزعج الناس المرضى وغيره وغيره بأصوات يعني عجيب، أنت عارف كيف، يصل لمرحلة إن كل واحد يحط حدود معينة بما هو أوكي مسجد الصلاة وغير، لا تجهر فيه، لا ترفع صلواتك عن طريق جارك فيه، تزعج عن طريق المكبرات المزعجة جدا، تزعج الآخرين ما بحب يسمعوا أصوات أنا بسمي أصوات النشاز هذه، بدي يروح المسجد أهلا وسهلا، ولكن الدولة ما تدفع لها، لا تدفع من ضرائبي أو من ضريبتي أنا، سواء متدين أو غير متدين أو محيط، لا تدفع لإمام المسجد، لا تدفع لبناء حجر واحد من هذا المسجد، هذا الأصل. وأيضا دور آخر للدولة يجب أن تصل لمرحلة إنه لا يعني ليش شو ليش قرية يكون فيها 10 مساجد، شو مطلوب، أو على الأقل يعني بدك تبني مسجد أوكي ابنه، إذا بنى بيت مسجد يجب أن يكون نصفه مكتبة عامة، مو كتب تأتين تجيبها كتب نفس ما هي موجود، كتب كلها مصاحف وكلها كتب ابن تيمية، لا، ما يكون كتب دي، يكون كتب ثقافية، يكون كتب علمية، كتب أطفال، عرفت كيف؟ أي لا، هذا مستحيل، لأنه في يعني إحنا بنحكي عن مكتبات، كل مكتباتنا في حتى الضخمة وجامعاتنا نصفها دين، كتب تراثية، والنصف الآخر لتمجيد الزعيم وأسرته، شايف علي؟ ذلك يعني نصل هذه المرحلة، أتمنى نصل معه. ودور الإلحاد والجهر بالإلحاد دوره، يعني أنا برأيي دور فدائيين هؤلاء، يعني فدائيين حقيقيين، الإنسان يجهر بهذا إنسان بصل لمرحلة، بس المرحلة مش فقط إنه إيمان مطلق بما يحمي من أفكار
أنا ما بس مش حلو تسميتها بإيمان بقدر ما هو قناعة مطلقة بالأفكار العقلية بيحملها نحو دين وغيره. تعرف إنسان الملحد ما بصل لمرحلة الإلحاد إلا بعد تجربة مريرة أو تجارب عقلية رائعة. لذلك يعني إذا بصل لمرحلة جارب الإلحاد، إذا جاهر شخص في المدينة، أنا برأيي أفضل من مقيم مشروع أو حتى تقيم فيها مشروع ضخم يكلف الملايين، بكأن راح يكون نتائج الطيبة رائعة جدا ومؤثرة بالتأكيد. طيب أخي هارون. نعم سيدي. كلمة أخيرة إذا بتوجهها للملحدين، للشباب الطالعين الجديد اللي عم بدرسوا الدين، اللي يعني عم بيبحثوا عن الحقيقة، إذا توجه لهم كلمة. ما في إنسان بيبحث عن الحقيقة حقيقة، ما في إنسان في بحث، يعني ما واحد مش راح يسمع لي بيبحث عن الحقيقة. بيبحث عن الحقيقة فإما يكون مسلم أو يكون ملحد، هذا يعني أنت ما أنا هيك رأيي، ما في هذا البين والبين مو موجودة. هذا عرفت كيف؟ يمكن قصدك المتشككين، عرفت كيف؟ هذا المتشكك هو عادة هو إنسان متدين، سواء مسيحي أو مسلم أو غيره، هو إنسان متدين. تعميق شكوك وهذه عن طريق العقل، نقول نقاشات العقلية والنقاشات العلمية وغيرها، تعميق هذا الشكوك واجبي لك الناس، لازم يكون موجود هذا. ولكن للأسف بتعرف مو مش كلهم كنا واحد، وفي بعضهم من يجب أن تصدموا في حقائق علمية، في بعض الأخرين تصدموا حتى في إنك تستخدم نفس أسلوب لغته، لأنه بتعرف إنسان متدين همجي في مناقشاته، إنسان ناقشك هو على فكرة لأنه مش قادر يسلك ويخلقك أو يقتلك أو يقطع رأسك، عرفت كيف؟ لأنه بتعرف بسبب بعد نعمة الإنترنت، هو ناقشك فقط على فكرة إنه ما يعني مش قادر يقطع رأسك، عرفت كيف؟ لأنك مش أنت في نفس المكان الزمني أو في نفس الحيز المكاني معاه. وبعضهم معظمهم يعني بيدخلوا فقط كسب الحسنات مثل ما نقول، والجهاد هذا صار أصبح أحد فروع الجهاد، الفروع يمكن صار فرع الجهاد الأكبر، وصار فرض عين مع كل مسلم، يعني الجهاد الإلكتروني ونشر الدعوة وغيره. هؤلاء بدهم صدمات، عارف كيف؟ صدمات إنك ما تخجل من طرح تدنيس، إذا جاز التعبير، تدنيس ما هو مقدس في عقله، عرفت كيف؟ لأن التدنيس هذا بخلق عنده ردة فعل، على فكرة في إما أن يخرج أو إنه يصل لمرحلة إنه طيب هذا هذه الكبرى ديني وغيره، وما صار فيه إشي، أنا مش راح يصير فيه إشي، عرفت؟ هو راح يمكن يصل لهذا المرحلة. في هالنقطة هاي بدي يعني أوجه كلمة لأصدقائنا، للكل، إنه كنا ببلدنا مثلاً إذا حكيت على الشيخ يقول لك والله راح يشلك ولا راح يبلغ. يعني في نقطة صغيرة، يعني كانوا يقولوا لنا الشيخ لا تسبه ولا تحبه. فأنا مو بس أجر على رب الشيخ وعلى رسول الشيخ وما عم بيصير لي شيء، يعني على عكس الأمور بتحسن قولها. بالضبط يعني. فمجموعة بهاليل زرعوا بمخنا شيء انه والله اذا حكيت مع عليه كلمة مثلا بصير فيك هيك تنعمه، وهذا حكي كله خرافات يعني، وبالدليل العملي يعني سبينا الكل موصل بس نعم. بزلنا قدسيتهم ما صرنا شيء يعني. بالضبط، وذلك النيل المقدسات هم، انا ما بحكي عن المسلمين، انا بحكي عن كل متدين، من نيل من مقدساتهم في هذا النقاط أحيانًا يؤتي ثماره حقيقة. أكيد. نعم. طيب أخي هارون، شكرًا كثير لك، وشكرًا للدعوة، وأنا كثير سعيد بتسجيل الحلقة هي معك، ونتمنى يكون من أصدقائنا يعني الاستفادة والاستمتاع بهالحلقة هاي، ونتمنى يعني نشوف شباب أكثر يجهروا إلحادهم. راح أشوف بالتأكيد، بكل تأكيد يعني نتمنى نشوف نستضيف
عدد أكبر من المجاهرين حتى يعني نثبت وجودنا كملحدين كأعضاء بهالمجتمع هذا. نحن ما غريبين عن المجتمع هذا وإلنا حق كنا صوت بهالمجتمع هذا. فلذلك أنا أشجع كل الشباب الملحدين، يا شباب اجهروا بالطريقة التي ترونها مناسبة، بس اجهروا. ولكن في في بعض المجتمعات على فكرة يمكن هذا يكون إجهار يؤدي إلى يمكن عواقب جسيمة، مثل يمكن في بعض اللي تعرف يمكن تصل لحد الإعدام أو يمكن السجن الطويل، ولكن هؤلاء يجب أن يكونوا يعني حريصين في نفس الوقت. يعني نحن ما الإنسان فوق طاقته، يعني على حسب طاقته. أنا مثلا أحكي عن شخصك، عن شخص أنا لو كنت في الأردن والأحمد جنسية أردنية الآن أنا لا أستطيع جهر بإتحادي حقيقة، لا أستطيع، لأنه أتوقع كل شيء إذا رجعت الأردن كان دولة تطبق فيها أو تعرف هذا القوانين الحادثة مطبقة حتى على في جميع الدول العربية، حتى لو كانت يعني اسميا ما تطبق فعليا موجودة في كل الدول العربية، مع أنها في نفس الوقت للأسف هذه الدول العربية موقعة على حقوق الإنسان مواد اللي بتكفل الإنسان، هذا يعني تناقض عجيب. ذلك أنا بحكي لك أنا مش شجاعة فيه، أنا إنسان أصلا شيء حبر على ورق يعني. يعني أنا أحكي لك عن نفسي شخصيا، يعني أنا لا أعتقد إنها شجاعة، يعني مثل ما قلنا إنسان ياباني وعايش في اليابان وما في ما في خوف هنا، يعني إنسان يعني يستطيع. نتمنى اللي موجودين برا يعني. ولكن لكن في نفس الوقت أنا أتمنى ما يتخذ العواطف البعض تأخذه أكثر من لازم ويعرض نفسه للمسالي أو لا سمح الله، مثل شوف لغتنا إحنا تطغى حديث من لغتنا تعلمناه تستخدم عبارات لا سمح الله. يقول لك تستلم مرحلة إنه يسجن أو يدمر مستقبله أو يقطع رأسه، يعني حيكون حذر في نفس الوقت. أما في مجتمعات يعني تتقبل مثل هذا في مصر وغيرها، على العكس أنا بدعوهم بتمنى إنهم يبدأوا الخطوة الأولى حتى يشجعوا الآخرين على إنهم يتبعون فيها. بالضبط. أخي هارون شكرا كثير لوجودك معنا، وأعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم، ونتمنى الاشتراك بالقناة وبصفحتنا على الفيسبوك، ونتمنى نلقاكم بحلقة قادمة. إلى اللقاء. شكرا يا سيدي. شكرا.